السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته البرد مع الليلة ومع الصباح صرتوا لي بكروا وش نقول لكم مع الحل إن شاء الله صبيحة دي الأربعاء هذه دي. عمومًا من شويه من البدا على السواحل الغربيه مع شويه ضباب واشين في الجنوب فيما منطقه صورة كما ولايه غردايا جنوب ولايه البيض جنوب ولايه البيض الشيخ عين صالح تيميمون اضرار هنا تكون مغيمه الحاله ما احتمال رعود تكون منعزله خاصه على منطقه الصورة صورة يقول بالشرطه بالبالا حتى تغيت بني عباس على هذه المناطق بينما على الهجر والتصيل اسمه صافيه كذلك على الواحات واخر شرق البلاد هذه مع الصباح خلال الظهيرة إن شاء الله الوضعية الجوية راح تكون رعود يلتحقوا حتى المناطق تاع ولايه الغواط، الجلفه، البيض، سعيدة منطقه بشار، منطقه غردية هنا تقدر تكون رعود وامطار رعديه تكون على هذه المناطق كذلك غيوم كثيفه مع حمال رعود منعزله كما ولايه تعين صالح تيميمون واضرار والريح اللي يكون شويه قوي يؤدي الى تطور رمال بون صابل والرؤيه ضعيفه على هذه المنطقه الحذر مطلوب خاصه للسائقين في هذه المناطق بينما على الشمال نروحوا العاصمه وهران كاع السواحل الغربيه والوسطى سما ملبده وشرق البلاد سما صافية والدنيا هانية وأيضا كاع المناطق الشرقية تاع بلادنا حتى على أقصى الجنوب كبرج باجي المختار وعين قزام دوك ندوزو درجة الحرارة اللي صبحت هذا الأربعاء إن شاء الله دائما بارد الحال جديد على الهضاب العليا حتى الزوج الى ثلاث درجات تحت الصفر على السواحل ما بين خمسه ست درجات فقط كذلك خمسه نصيبها في جانا عاصمه التاسيلي اربعه فقط في غردايه زلفانه خمسه بورقله توقور تلواد حسي مسعود حسي بركين كل هذه المناطق سته بيتين درجة واحدة فقط على منطقة قناة ساو بشار وأيضا بني والنيف منطقة برج باجي مختار عين قزامة هنا 14 درجة هنا على مقياس دوك ندوزو لدرجه الحراره خلال الظاهره ان شاء الله مع السميشه اللي تكون على الشمال حوالي 15 في وهران و18 في عنابه والعاصمه 16 درجه هي وتي بازا بومرداس الهضاب العليا ما بين 9 10 11 درجه مناطق الداخليه ما بين 13 الى 14 و12 في قسنطينه منطقه عين صالح 22 ادرار رقان اولف المنيعه وتيميمون 17 بودكرا وحاسيم سعود 25 على الهوكر والتاسيدي واعلى مقياس دائما على عين ازوى برج باجي المختار عين قزام تيمياوين زواطن هنا 29 درجه مئويه دوك نجوزو للملحه والصيد البحري البحري بخطاب الأشباب هاي اللي على طول الشهر الساحلي لان الرياح ضعيفه 10 15 كيلو في الساعه اتجاهات تاعها بعد بعض الاحيان اتجاهات مختلفه سيدي فون فارياب وفيما يخص الرؤيه هاي اللي كان ما بين اربعه الى 8 اميال بحريه كالعاده نختم هذه النشره الجويه بالمعلومات الفلكيه دائما شرق وغرب الشمس على العاصمه وضوحها لهذا الاربعاء 27 ديسمبر 2023 ربي دوم کوستوكم مع برامج الشروق